عطيتيهمولي البارح. لا لا مالا شكون يرفدهم هذو؟ ما على باليش بيك تجيبيهم السما ولا منظر. انتي ما تخافيش راني هنا يا بنتي، رانا هنا ان شاء الله رانا هنا. ناكلوا. ها وليت لك. ادينا لي بنتي انايا. ايه هي كلش المنطقة أصلا اللي ساكنين فيها حنايا تقول برك يسمعوا كامل عليك، ونحلحق روحي نروح أنا باش زعما هكا نشكي بيه، فيها بزاف حكايات. ومن بعد يعاود تولي من بعد بابا، بعد ما لقيتش روحي ما قدرتش نحكي لهم ولا نحكي ليما. يما كبيره انا ما نقدرش نروح نحكي لها هكا حكايات. قول هاي ولي دخلت روحي وانا عندي 31 سنه في عمري، تقول لي راكي كبيره وتمسخروا بيك ما جيتي اوبليجي. ما باليش ما بالك انا راني نجيستيفي لروحي ولا نبرر لروحي. لا غالب حكيت لي ما كيشت بلي خلاص ما قدرتش نلحق. بديت كلش بعت كلش، قلت لها حكيت لها وبعد كيما على بالك الاستوار قالت لبابا ورحت شكيت به، درت الكوراج ورحت شكيت به ترك الوطن. هيو تفضل الاخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. جيت ندير شكوى خصوص ابتزاز فيسبوك لبنتي. احترامة المساعد، مساعد كاين مواطن برفقة بنته جاي رفع شكوى بخصوص الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تفضل. احترامك المساعد. ولا في الاحترام. تفضلي. السلام ورحمة الله. تفضلي مرحبا بك، واش عندك قضية؟ عندي قضية تهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فيسبوك. فيسبوك ايه. كيفاش القصة هذه؟ اش صرا؟ كيما راك تشوف، أنا إنسانة قريت، كملت قرايتي ما لقيتش خدمة. مع الواحد راه يكبر ضغوطات نفسيه الى اخره. هذا انسان تعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك، يعني بعث لي انفيتاسيون اكسبتيتها وبديت نهضر معاه. كي حكيت له حكايتي قال لي نقدر نداويك. شحال المده ملي اتصل بك هذا؟ عندي عندها واحد شهرين. عندها واحد شهرين. كان يعيط لك بنيميرو تليفون تاعو؟ لا مع الاول ما عيطليش بنيميرو تليفون، كنت نتواصل معاه غير عبر الفيسبوك، واحيانا يبعث لي لي فوكال. قال لي نقدر نعاونك ونقدر نداويك، يعني نقدر نعطيك دواء باش يخليك ترتاحي. حتى خلاني نثق فيه وبديت نتبع واش يقول لي. بدا يقول لي نرقيلك نداويك، نعطيك عشبه روحي شريها وديري لها هكا طقوس، مجموعه طقوس
وانا تبعته، كنت نتبع فيه ونشري واش يقول لي. وقدم روحه على اساس انه طالب روحاني يقدم لك وصفات بالاعشاب الطبيه. بالضبط. نعم زيدي وصلي كملي. كي بديت ندير واش يقول لي خلاني حتى وليت نثق فيه، بدا يقول لي تبعثي لي دراهم. اول مره بعت له مبلغ بسيط، يعني بعت له 300,000، ومين بعت له 300,000 ما زادش حوس على دراهم، قعد يهدر معايا الليل مع النهار، يسقسيني الا راني مليحه، الا بريد، الا تحسنت، الا نفسيتي ارتاحت. ومن بعد ولا يقول لي دركا باش تبراي لازم زيدي بعثي لي تصاورك، بعثي لي تصاورك، باسكو مع الاول قلت له عندي مشاكل عائليه، ضغوطات نفسيه في الدار، يقول لي بعثي لي تصويرتك، ومن بعد زيدي بعثي لي تصويرتك مع اختك، بعثي لي تصويرتك مع يماك، مع العائله، يعني حتى ولات عنده نقدر نقول لك شويه تصاور، يعني عنده التصاور اللي يهموه. ولا يقول لي بعثي لي كثر، ثاني مره قال لي بعثي لي 500,000. مع الاول ما بداش يهدد فيا. طرح لي سؤال، كنت تدرسي له في الحساب البريدي تاعو؟ في الحساب البريدي ايه، على دفعات شحال درسيت له من خطره المبالغ الماليه؟ اول مره فيرسيت له قلت لك 300,000. نعم. ثاني مره ما زادش بزاف، 500,000. ومن بعد ولا يقول لي بعثي لي 2 ملايين و3 ملايين. ثالث مرة قال لي 3 ملايين. ومن بعد أنا بديت نتقلق، لأني ماشي إنسانة خدامة وما كاش منين نجيب دراهم. وليت نحوس نسلف عند صحاباتي، نحوس غير باش ما يأذينيش، لأنه قال لي هذا لي فوتو تاوعك راح ننشرهم كامل في مواقع التواصل الاجتماعي، وراك تعرف لا سوسيتي الجيريان والمجتمع اللي رانا عايشين فيه ما يرحمش. معليش خليني نطرحك سؤال، انت خوفا من فضيحه وكنت تسلمي له المبالغ الماليه هذه؟ طبعا في الحساب البريدي تاعك؟ طبعا خوفا من فضيحه. صور عائليه؟ صور عائليه وصوري وحدي احيانا. صور شخصيه؟ صور شخصيه. هل قدم لك دواء ولا وصفه طبيه في الشان هذا تاع المرض تاعك؟ هو كان احيانا يبعث لي لي فوكال، يعني بصوته ويهضر لي هضره ماشي مفهومه. وانا كنت نفتح هذوك لي فوكال ونخليهم يمشوا. مع الاول كنت نثق فيه، من بعد كي بدا يدومونديني في الدراهم ويبدا يبتزني. واش الدراهم هذوك ما تبعثهم ليش؟ ها شوفي من الغدوه لازم تبعثي لي دراهم، سينو شوفي هذوك التصاور نبعثهم في التيك توك وفي الفيسبوك، غير ما نخلي حتى بلاصه ما نبعثهاش. انا نقول لك ها الهضره هي الاخرى، ما شوفي ما على باليش بك تجيبيهم سما ولا منظر. فهمت باللي القضيه ماهيش قضيه دواء او ما شابه. بصح ما وين تفطنتي في اللي راكي ضحيه تاع ابتزاز عن طريق التواصل الاجتماعي؟ ايه بصح حتى طفرت باش فقت وعرفت واش راه يصرى معايا. بصح لهذاك الوقت وليت ما نقدرش نهضر، يعني نحكي في دار، نحكي لهم في دارنا حصلت منين نبداها، نحكي ليما نحكي لبابا حصلت منين نبداها. في رابطنا حضرات قائد مساعد خليفة عبد القادر قائد فرقة الإقليمية للدرك الوطني بلقاطات، حضرت اليوم راهي تقدمت لنا مواطنة لرفع شكوى رسمية حول تعرضها للابتزاز والتهديد بنشر الصور تاعها. الضحية حضرت هذه تعاني من اضطرابات نفسية وصحية، المشتكى من هذا قدم روحه على أساس أنه طالب روحاني قدم وصفة طبية للضحية هذه. المهم مواصلة للتحقيق ومن خلال إجراء التسخيرات اللازمة راح نقوموا بالتحقيق تاعنا فور التعرف على هوية الفاعل هذا. رانا نتواصلوا مع نيابة وكيل الجمهورية المختصة لاستكمال التحقيق. شكرا حضرة. تفضلوا جماعة. مرحبا. تفضلوا ريح. الجماعة اليوم رانا بصدد معالجة قضية ابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بخصوص الضحية اللي تقدمت لنا اليوم، بالإضافة إلى تهديد بتشهير صور
عائلية دون رضا الضحية هذا. المهم المشتبه في هذا كان يتواصل مع الضحية عبر موقع التواصل الاجتماعي موهما إياها على أنه طالب روحاني يقدم وصفات طبية بخصوص المشاكل النفسية اللي تعاني منها الضحية هذه. حنا باش ناخذوا الإجراءات القانونية راح نقسم عليكم اليوم المهام. الإحساس تاعي وش كان؟ كنت ريحت، ما نكذبش عليك، حسيت باللي الحمد لله شغل كاين عدالة، كاين حقك شغل يجيبه لك. المهم الواحد يهضر ما يخافش برك، هذا ما كان، كاين اللي يجيب لك حقك وكاين الحمد لله يا ربي وقفوا معايا تعاملوا معايا مليح كي راح تشكيت. ريحوني يعني نفسيا، قدرت نحكي لهم، قدرت نهضر، قدرت نقول كلش. مجيد تعرف علاش جبناك اليوم؟ لا ما على باليش. رانا نحكوا في قضية ابتزاز وتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لا ما عنديش علم عليها شاف. تعرضت لها ضحية وراك المشتبه فيه. مجيد هذا الحساب تاعي؟ حساب بريدي؟ نعم هذا نيميرو كونت تاعي. رانا لقينا الحساب البريدي تاعك باللي هو اللي صبت فيه الضحية الأموال أثناء تهديدها بعدم نشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لا ما كاش منها يدخلوني دراهم في الكونت شاف، مي بصحة تاعي تاع الخدمة تاعي. يا شاف كان واحد صاحبي قال لي نعطي لك نعود نبعث لك دراهم في نيميرو كونت ديالك. انا ما على باليش واش كاين، مي كان يبعث لي خطره في الشهر من ذاك، مي يمد لي مصروف بس كنحبس خدمه كنروح نجبد له صوالح ولا يعطيني حقي، من ذاك يعطيني 100 من ذاك 200 صحيح شاف. وبعد ولا يبعث لي دفوه في الشهر، من بعد طروا فوا، من بعد كل سمانه، من بعد الحاله كل ما تزيد. تعرفوا السيد صاحبي نعرفه اكيد عيط لك باش يغدروا ان شاء الله راح يدخلوك دراهم في الكونت تاعك، ماذا بك جبدهم لي؟ اه لا لا ماشي كل فنجور تقول لي تجبد لي دراهم، هاي دخلتك صوم جبالي بزاف، ماشي دائما خليش غلطي على جالك يا خويا. ديبانيني حتى نفتح الكونت ما عنديش ضغط، ما عنديش الوقت. نعطيك الرقبه نتاعك، الشيبان نتاعك نعطيها لك. ما عندكش الوقت، عندك شحال وانت تقول لي ما عنديش الوقت؟ هذه بنفس الهضره راك تعاود لي فيها، اون بلوس ما عندي حتى فايده معك. اه لا لا انا نقول لك هاني نتحفك والله، نعطيك الشيبان نتاعك سبحان الله. واش ما تجيبها لي تمد لي؟ كل ما تقول لي نمد لك تعطيني صرف قهوه ما يجيبوها ليش بزاف. هو لا لا ماشي هكذا، ما تفهمناش هكذا، هو غير دير حل عمرك. حبيبي غدوه ان شاء الله جيبهم اليوم ما فيش مشكل هكذا. ابقى لا تجيب الفيسبوك تاعك تاعي. مجيد رانا هزينا الاقوال تاعك في محضر رسمي، انت راك مسؤول عليها امام العدالة. جو هذاك عارف علاش استدعيناك اليوم مكتب الفرقه؟ لا ما على باليش شاف، كنت خارج من الدار حتى جاو فرقه الدرك جابوني لهنا لعندكم. ما على بالكش؟ ما على باليش حضرات. المهم راه كانت جريمه ابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتهديد بنشر صور للضحيه اللي تقدمت لنا مؤخرا لرفع شكوى رسميه. مجيد تعرفوا؟ مجيد؟ مجيد كاين واحد في الحومه تاعنا واسمه مجيد، نعرفه غير من بعيد برك. واش هي العلاقه تاعك معاه؟ ما يمشي معايا ما نمشي معاه، ما نمشي معاه قلت لك هذاك جاري برك ما خطيني. المهم المدعو مجيد هذا راه صرح لنا باللي راه تلقى مبالغ ماليه مؤخرا في الحساب البريدي تاعو، وانت طلبت منه باش يتلقى هذه الحسابات الماليه
ويفيدك بها. راه عطالك مبلغ مالية مؤخرا. ما عطانيش الدراهم، كنت صح واحد الوقت نسالو الدراهم اعطاهم لي. شاف انا هذا الحوايج كاع ما على باليش بيهم، ما نعرفش. شوف جواد، الإنكار هذا ما راهش يفيدك. اعترف كيما اعترف صاحبك. اشاف اشاف انا خدام على روحي برك، هذا مكان ما خاطيني 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 شاف، انا خاطيني ما درت والو شاف. رقبت المبالغ المالية هذه على صاحبك؟ ها كنت نسالهم له عطاهم لي شاف. ها هو يدي دراهم ونخلص عليه. ها خاطي شاف، انا خاطي خاطيني حوايج كيما هذا. المهم الأدلة العلمية كاع راهي ضدك، تنكر ولا ما تنكرش. الدليل العلمي واضح، والعدالة تأخذ مجراها في الشأن هذا. راك مشتبه رئيسي في قضية الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الهاتف الشخصي باسمك والتقرير التقني اللي راه بين يدينا يثبت تورط تاعك في القضية هذه. أشاف أشاف واش راح نقول لك؟ لا غالب يا شاف، كنت محتاج صح الدراهم وطلبت من هذه الطفله باش تبعث الدراهم باش نبعث لها واحد الدواء من عند واحد تاع الاعشاب ومنا يا شاف غلطت غلطه يا شاف. المهم اعترف بالجريمه تاعك، راح ناخذوا المقال تاعك تمضي عليه وراح نحروا ضدك محضر رسمي، نرسلوه للنيابه وكيل الجمهوريه المختصه ونقدموكم امام العداله. تفضل امضي له. تفضل روح روح للدار شاب. دركي وقفوا، تفضل هنا. المشرع الجزائري أولى أهمية بالغة لاحتواء هذه الظاهرة الغريبة التي تفاقمت في ظل التطور التكنولوجي الحاصل والانفتاح في مجال الاتصالات وما له علاقة بهذا المجال. فما هي التشريعات التي أعدها المشرع الجزائري لحماية الأفراد من خطر الجريمة الإلكترونية؟ وما هي العقوبات المسلطة في حق المتهمين بارتكابها؟ طبعا مدام الكمبيوتر أصبح لغة العصر، فإنه من الضروري وضع التشريعات التي تسمح بالسيطرة على أي تجاوزات قد يشهدها هذا الميدان. الآن الكمبيوتر أصبح جزء هام من عناصر الحياة اليومية للإنسان، سواء من حيث الاتصالات، من حيث العمل، من حيث حتى في الجانب الصحي، حتى في الجانب الترفيهي وغير ذلك. تعدد هذه المجالات يفتح المجال أمام سوء استعمال هذه التقنية بما يضر الحياة اليومية والعادية للمواطن. على هذا الأساس التشريعات الحديثة اهتمت بتقنين وبمحاربة الجريمة في هذا المجال، ومن بينها التشريع الجزائري أيضا الذي أصدر عدة نصوص، سواء قانون الذي يحمي المعطيات الشخصية أو القانون الذي يعاقب على المساس ب ما يسمى أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، أو أيضا القانون الذي يعاقب على المساس بحرمة الحياة الخاصة باستعمال هذه الوسائل التقنية. ولن أنا أستغل هذه الفرصة حتى نحذر المشاهدين من استعمال من 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 هذه الطرق، من أن يكونوا ضحايا لمثل هذه الطرق، لأنه تعددت الجرائم التي تستعمل هذه الطرق، سواء أنا شفت شخصيا يعني جرائم نصب، جرائم احتيال، يتم عرض خدمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتم من خلالها استدراج الضحايا إلى صب مبالغ مالية مختلفة في حسابات بريدية لا علاقة لها، هو يعتقد أنه سوف ينجو أو سوف يستطيع أن يضلل
الأجهزة الأمنية من خلال استعمال حسابات بريدية أو حسابات بنكية لأشخاص آخرين لا تربطه بهم علاقة، يتم صب هذه الأموال في هذه الحسابات وهو يقوم بسحبها فيما بعد، وفي باله أنه لا علاقة مباشرة له في هذه الجريمة. أنا شفت الأحيان أصحاب هذه الحسابات اللي هم بسوء نية أو بحسن نية عفوا يقدموا خدمات لأصدقائهم لأقاربهم لمعارفهم، يقول هذا ما عندوش حساب بريدي ولا حساب بنكي أنا سهل عليه، يجد نفسه متورط في قضية لا ناقة له ولا جمل فقط لمجرد ورود رقم حسابه البريدي أو البنكي في هذا العمل الاحتيالي. وهو ما حدث في هذه القضية، وما يتكرر حدوثه بشكل شبه دائم عبر مختلف المحاكم الجزائرية أو الجهات القضائية. إذن هنا في القضية هذه اللي عرضتها نجد عدة صور من صور الجريمة، هناك احتيال، هناك نصب، هناك انتحال صفة، بالإضافة إلى استعمال الجريمة الإلكترونية. وبالتالي هنا الجهة المتابعة لما تجي تقوم بمتابعة المتهم أو المتهمين فإنها تعمد إلى إعطاء التكييف القانوني الصحيح، وهو على حسب الأوصاف اللي جاءت بهم الجريمة. لما نكون أمام نصب، لما نكون أمام احتيال، انتحال صفة أو تزوير، فإن ذلك لا يعفي أيضا من المتابعة على أساس الجريمة الإلكترونية. هنا العقوبة راح تكون العقوبة الأصلية للفعل الأشد، اللي هو إذا كان نصب فإن العقوبة تصل إلى 3 سنوات، إذا كان انتحال صفة إلى 2 سنين، إذا كان التهديد والتشهير والتعدي على حرمة الحياة الخاصة تصل إلى 3 سنوات أيضا. حسب التحقيقات وحسب الفتاة واش كانت تقول، كانت تقول بأنها تعرضت للتهديد. نعم. وتم استغلالها من أجل السرقة على أهلها لأنها ذات دراهم من أهلها. نعم، هذا هو دائما ما يحدث، وبالتالي فإن هذه الأوصاف كلها تشكل جريمة. صديق الضحية هنا يجب إثبات أنه قدم رقم الحساب البنكي أو البريدي بحسن نية، وأنه لا علاقة له لا في التخطيط ولا في تنفيذ الجريمة، وهو صعب، يعني من الصعب إثبات ذلك. وأي وحدة صارت لها هكا غير ما تخافش وتافونسي وطرح تشكي بلا ما تخمم في حتى حاجة، ما تقول تصاورك، ما تقول بعتهم، ما تقول راح يصير لك هكا والو، هو مادام هددك ولا بتزك في الفيسبوك ولا في الهاتف ولا راح هو يتحمل المسؤولية تاعه. أنا قريت حقوق وكلش وتعاني، تعرضت للابتزاز اللي كنت نقرأ عليه. لا تكمل حياتها بشكل عادي، وهذه مجرد كما يقول لك ضودانة برك في حياتها، وتفوتها وتصوتيها وصايي. ختام عدد اليوم لبرنامج بالمرصاد، نلقاكم العدد المقبل مع قضية أخرى.